يعود الفنان تيم حسن بعد غياب إلى المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في لقاء ضمن فعاليات ملتقى الإبداع على خشبة مسرح سعد الله ونوس، الذي تخرج منه تيم وحلق في الفضاء العربي نجما متميزا بخبرات إبداعية وضعته في الصف الأول مع كبار النجوم العرب. المعهد هذا من الوقت الواحد كان عنده الطموح انه يكون فيه، كان هو الحلم. بعدين الواحد بعد ما درس وتخرج بيعرف تماما انه المعهد العالي للفنون المسرحيه في دمشق في سوريا هو واحد من اهم المعاهد. هذا مو باللساني ولسان السوري، هذا انا عم اسمعه وين ما سافر، تقييمه تقييم محترم وناس دائما تتوقع من الافضل. اي نعم، مثل اي مؤسسه بتمر بفترات، لكن هي المؤسسه تحديدا بالاسامي الكبيره اللي فيها، انا واثق انها دائما قادره على ان هي تكتب وتنتج وتفاجئ. وبيعني لي جدا طبعا على مستوى الذكريات وعلى مستوى المشاعر الشخصيه وعلى مستوى انه كانت يعني أيام وليالي من العمل المتواصل هون ومن الشغل مع زملائي مع أساتذتي. هذا مكان يعني متكدس الذكريات. استقبل تيم بحفاوة من الصحافة السورية وبعض المحطات العربية. قدم طلاب المعهد لوحات فنية متنوعة وحاورهم حول تجربته الفنية في العمل، كما رد على أسئلتهم واستفساراتهم. يعتبر تيم ثالث فنان يكرم بهذه الطريقة بعد غسان مسعود ومنى واصف. يأتي ملتقى الإبداع ليجمع أهل الفن والنجوم المبدعين مع الطلاب في مكان واحد، ليضعوا بين أيديهم حصيلة أعمالهم وخبراتهم الفنية. هانيا قباني، الإخبارية السورية، دمشق.